يقول: هل بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة الفاتحة؟ الصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما هي آية مستقلة، آية مستقلة تقرأ قبل السورة، إلا براءة، إلا في براءة فلا تقرأ قبلها لأنها لم تنزل قبلها. وهي بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، سليمان بدأ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.